اهلا وسهلا بمشاهدي قناة زاغروس الفضائية. رمضان كريم الجميع بالخير والصحة والعافية. حكي قهاوي برنامج يتحدث عن العراقيين، يتحدث عن تقاليدهم، عاداتهم، قيمهم، سوالفهم، اغانيهم، شعرهم. رافقونا على مدى ايام شهر رمضان المبارك. فوقنا خلفوق يعني فوقين، ليش فوينك؟ فوقنا خلفوق. هي مو بس هاي المشكله، اختلفوا المفسرين وكانما فد اسطوره فد شيء. واحد يقول فوقنا خل، واحد يقول لا فوق النا خل. النا خل يعني خل حبيب او صديق، فما عرفنا فوقنا خل لو فوق النا خل. تعرفون حكي قهاوي يتناول كل المواضيع اللي تصير بالقهوة، وقهاوي قبل عبارة عن قناة فضائية كل شيء بيها، حديث الفن والسياسة والأدب والرياضة والغناء وكل الأشياء. فلذلك احنا برنامجنا اسمه حكي قهاوي، يقول له سرك بقهوة. زين، المهم ما اريد اطول عليكم. فوق النخل لو فوق النخل. حكي قهاوي راح يكونون ويانا ضيوف في مختلف الاختصاصات، فن، ادب، رياضه، وجوه اجتماعيه، عادات، تقاليد، امثال، ونحكي عنها. اليوم خطارنا او ضيف القهوه فنان فر بيه الوقت، فر مثل الناعور دولب الدولب دولبني وكفرقاك فراني فر. ايه طبعا هذا من تأليفي يعني. هسه ده ألف انا ايش قلت نسيت. دولبني دولبني وكفرقاك فراني فر. هاي الحياة اليوم اصبحت مرة. حلو علي. اذن اني شاعر، ما اطول عليكم. ضيفنا ضيف القهوه الفنان محمد الشامي. اهلا محمد. حياك الله استاذ محمد. كل عام بخير. رمضان كريم. رمضان كريم عليك. حلو. بالخير والصحه والعافيه ان شاء الله. الله بالخير. الله بالخير. شو اخبارك؟ بعد انت قلتها. ايه فراني فره. فراني فره. بس نسيت عن هسه ألفته محمد. هو الارتجال بجمالية يصير. ممكن الارتجال يكون بالغناء أيضا؟ طبعا الغناء أغلب ارتجال. لا أقصد عدا عدا الموال، عدا هذا ككلام يعني. كلام بال كلام ولحن ممكن أن يكون يعني. مثلا أنت في مكان معين أو حفل معين وجاك شخص قال لك هذا سطر من الشعر أريد تلحن لي إياه. طبعا نقرأ. ممكن ممكن يصير. وكل دائماً. كل فنان قادر على انه يرتجل له اكو ايضا. لا لا هي حسب مزاجه وطبيعه صوته وشي يعني. دائما يجيبوا لي البيت مثلا واحد كاتب لحبيبته وجايبه ويا اغني الحن يعني تلحن. اي يعني بس بيت واحد شلون ما تقوله ويطلع حلو، مو قصيده وانتقالات. لا مو اكو محمد، اكو اسقاط فرض حتى ترضيه، لانه يعني راد يرضى حبيبته او يقولها محمد الشامي غنى لك مقطع او كذا. اي بالضبط. اكو لا اكو وفق قواعد يعني حقيقيه وصحيحه يعني. بس هي ما تصير يعني بالجو. ما تصير. هو حتى الملحن من يقعد يلحن هو ده يرتجل. من يحط العود. اي. ويعيش ويا الكلام، هذا هم يعتبر هو كل الحياه كلها ارتجال. حتى الاختراعات، الاكتشافات تبدا حلم والحلم يتحول الى لا واقع. الى واقع يتحول يعني. حتى الصعود للقمر كان حلم. احنا بقهوه وقهوه عراقيه وكل شيء بيها.
فضائية مثل ما تفضلت. ايه القهوة عبارة عن قناة فضائية قبل. ايه ولحد الآن ها طبعا اكو قهاوي للاختصاص، اكو قهوة، قهوة البناية، قهوة المطيرشية، قهوة الحدادين، قهوة الرياضيين، الصفارين، الصفارين، كل مهنة ايه لها قهوة خاصة، بما في ذلك قراء المقام ابو يعقوب الله يرحمه وغيره وغيره وغيره، مو صحيح لو صحيح. لا صحيح. محمد انت تروح للقهاوي قبل؟ احنا اول ما بدينا نغني بالقهوه اللي على ابو نؤاس مقهى البغدادي اللي كان محمد القيسي الله يرحمه، وعنده صوره انا ويوسف عمر قاعدين بدنا نغني مقام ابو يعقوب اي كل جمعه، حتى صوره عند صديق يعني بعدني يعني محتفظ هو بيها راح يدز لي اياها زين. فكل جمعه كان اكو حفله بهذا المكان. طبعا هسه اكيد اختفت يعني هاي الاشياء. ليش؟ مو صار التواصل، صار التواصل هذا يعني مسافته شقد التواصل هذا 30 سنتيم يعني مواقع التواصل الاجتماعي يعني لغه القهاوي وال لغه الرسائل، رسائل الحب والمعطره تتذكر نشتري دفتر ايه كتاب من السوق ايه رسالة. اتذكر قبل من تدز رساله لحبيبتك تجرح ايدك شويه حتى تبصملها بالدم تقول انا هي هي خلي ما تجرح مو هي شو تسوي شو تسوي بالضبط بالضبط الحمراء احمر الشفاه تحط طبعه على اليمن على الورقه. شوف رغم يعني هذه الاشياء البسيطه لكنها كبيره معنويا مو صح؟ اي احنا شوف بالاذاعه من كنا قبل كانت تجي رسائل للفنانين يعزلوها يعزلوها انا عازين هاي ياس خضر هذا كان هو هذا الولد خضير ما اعرف شو اسمه يعزل خضير هيوه خضير هيوه قلت له اول رساله تجيني لك 25 ابو الحصان كان فلوس يسوى والله يجيب لي 6 رسائل هاي انت مغني هوا المحبوب ورا الاغنيه اي حتى ايه. قسم منها شوف من الجزائر مراسله بنت من الكوت ايه. لقيتها بالجريده عراقيه وقالت لها اريد عنوان هذا الفنان وبنر وكلها محمد سمعني هوا المحبوب الناس تحبها ولو قلبي على الهجران ما بي تيريرن تيريرن تظل روحي يا روحي ليالي الشوق منسية قربية أو المحبوب يا يما تيريرن تيريرن قربية ولا المعتوب يا يما يا عيني يا عيني وعليش شلون جملة حلوة طارق الشبلة الله شو بيها حنية يا عيني ويا عيني وعلي بالضبط ترى أنا غير أحسن من عندك هو عدى عيني يا عيني يعني هاي كلمة العيني دائما بكل الأماني محمد عجبتك بالغنى أنت بعد تاريخك كله معاشر الفنانين نرجع فوق النخل ما هي الفلسفة البعض يقول فوق النخل واحد يقول فوق النخل ماكو شيء احكيها زين فوق وين يعني هسه انت تقول له يعني فوق النخل انت شو يسوي الخل فوق شكو صعد فوق النخل الخل لا هاي ما فوق هي فوق النخل ايه؟ تعرف انت الاغنيه هي اصلا مولى عثمان الموصلي اي اغنيه دينيه فوق العرش فوق يا با فوق العرش فوق يعني ذكر وهاي السؤال تمام فمن اجى الشاعر كلمة فوق ما قدر يبدلها يعني راد يبدل بس كلمة العرش فاش قال ثم احنا عندنا مثل يقول له عمي امورك صايرة فوق النخل فوق النخل يعني قابل هي اموري يعني هي ككلمة زين ليش البعض يتفلسف ويقول لك لا أي فوق النخل على اساس يعني شنو حتى يبين مثلا والله ما ادري زين اذا انت عندك خل شلون تحكي بيه قدام العالم؟ تقول له عندي خل. لا والخل هاي همنا ما يصير. دقيقة. الخل يصعد فوق، شوف ايش عنده زين فوق وين؟ وين فوق؟ ايش قد هو؟ مو؟ هي البيوت كانت طابق واحد. بس هي شنو؟ اكو مبدأ هو هذا خطأ، يقول له الصحيح الخطأ الشائع خير من الصحيح الضائع، ماكو هيك مبدأ.
الصحيح يبقى صحيح والغلط يبقى غلط، مو صح ولا؟ اي صحيح. فإذا فوق النخل نسمع، فوق النخل فوق يا بفوق النخل فوق مدري لمع خدا يا ب مدري مدري لمع طوق بعليني بلوى بعيون الحلوة لا 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 الحركات اللي خدك لي ما يا هو عيني وضوى على بغداد وضوى على بغداد وهكذا وهكذا. إذن فوق النخل لا تتفلسفون عمي بعد مثل ما قال محمد. نتواصل وحديث الفن جميل في قهاوينا الأجمل. نجي للأغنية، هذا سؤال تقليدي ولازم أسئله أنا. زين. أنا أدري تقليدي. إيه. زين. بس لازم أسئله. شو تشوف الأغنية اليوم؟ الأغنية اليوم؟ إيه. وبكل صراحة. شلون تشوفها؟ أنت ده تشوف الشارع؟ زينة. مش زينة. أنت ده تشوف الشارع؟ إيه. هي الأغنية بنت الشارع. بنت الشارع. ازدحام. إيه. طسات. خربطة. مرور ماكو. يعني الترافيك ما يشتغل زين، فوضى، هي الاغنيه فوضى ما بيها اي تعبير. ليه صارت هيك؟ لان هي الاغنيه بنت الشارع. يعني قبل انت من كانت هسه من كنا نحكي بالرسائل قبل مواقع التواصل كانت الاغنيه بنت الشارع، الشارع ما بيه مواقع تواصل، فتبدا الاغنيه هي مرسال الحب على الارائك بعض من سجائري وفي الزوايا بقايا من بقايا. يعني قاعد تتذكر الحبيب اللي اجى زارهم بالبيت وطفى الجيجارة وطفى هذا، فقعد تتغنى. يعني هسه وين؟ هسه ماكو. محمد آسف لمقاطعتك، يعني قبل الأغنية رسالة وهدف مو؟ وهسه شنو؟ هسه الاغنيه صارت مثل الترفيه. شله وعبر؟ لا، ترفيهيه صارت. ترفيهيه. يعني لانه قلت لك مواقع التواصل حيرت الشاعر، شاعر شو يكتب هسه؟ اذا هم اثنين هم قر 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 الليل كله يحشون. زين قبل. شاعر شو اكتب بعد؟ شنو دوري كشاعر؟ ما عندي شغل. محمد اغاني قبل وقت راسخه لحد الان. واغاني اليوم خيرتهن ما تبقى شهر. ليش؟ اولا قبل قلت لك الكلمه المفرده من يكون بيها عمق. مثلا اريد نموذج سمعنا. على قولة طالب القراغلي اكون نسبق عده سنين. يمداركم يمداركم صدفه واخذني الوقت من يمداركم والتمت بروح المحنه واشتهيت اخباركم ما تذكرت عايفكم وعفتوني رد من جديد الشوق بين عيوني ولو ما احس صبرت اتبداركم والتمت بروح المحنه واشتهيت. شوف اشتهيت اخباركم مريت على داركم. تغني محمد تغني هذه الاغنيه. أي. انا متاكد انت مشتهي تغنيها وتتمنى الاغنيه هي تكون لك. هي كل ما تمنيت ان تكون لك وانت مطربها. كل الحان طالب القرغلي انا ترهم على صوتي. شنو السر؟ لانه الملحن يلحن بصوته وصوت طالب القرغلي انا مرشحه اجمل صوت بالقرن العشرين. اوكي، فالاغنيه بنت الصوت، فبما انه انا صوتي وصوت طالب القرغلي نفس المستوى، فاي اغنيه هو ملحنها اني نسمع. كذاب كذاب دول ابن الوكيد بمحبتك كذاب كروحة مرمورات من عشرتك كذاب وتريد أريد النوب لك لا ما أريد وانسى الموضة لو صرت بس انت الدواء لا ما ارد
وانس المظال صرين بس انت الدواء لما ارد وانس المظال كذاب كذاب غنتها مائدة نزهت سوتها كذاب كذاب غنوها ثلاثه مائدة نزهت وياس خضر وسليمان الموسى مطرب كويتي ايه. ف سألوه الفنان طالب قرغلي الله يرحمه قال لهم انا انطيت المائدة نزهت اجيت جديد لازم اثبت نفسي اثبت نفسي قال انه مائدة نزهت اجواءها بغداديه قال انفرضت علي قال ما قلت ما يعني ما دبرت كذاب فقالت كذاب زين شنو الفرق بين الكذاب والكذاب يلا انا اسالك الكذاب في موقف معين لا الكذاب طول عمره لا بالعكس اي العفو الكذاب اي الكذاب مسيلمة الكذاب هذا بعد اي بس الكذاب موقف موقف معين مثل هسه هاي اقول لك تشتهي تقول لي لا اقول لك لا كذاب تشتهي اكل حلويات باب الاغا اي حار ومقسب ورخيص طبعا كل المطربين كانوا يجيبون لهم كعك للتسجيل ناخذ فاصل خلي اكلها اكمل الاكله وبعدين الفاصل حكي القهاوي وضيفنا محمد الشامي والحديث جميل جدا شجوع لذكريات وسؤال فهمنا الحلوة محمد هسه ما تروح قهاوي ما تطب قهوة لا أكو بعض المقاهي الأدبية أنت من النجف مو صحيح؟ شون اللي يميز ابن النجف يعني ربيت بالنجف وجذورك نجفية إيش تفرق القهاوي قهاوي المحافظات عن قهاوي بغداد مثلا القهوة في أربيل أو في الموصل أو في النجف أو في الديوانية أو البصرة أو بغداد شنو اللي يميز مقاهي المحافظات عن مقاهي بغداد؟ تقريباً هي خلينا نقول مشابهة عدا أنه في بغداد المقاهي بيها تشالغي تشالغي بيها وبيها هذا القسطخون قسخون روزخون قسخون اللي يقرأ أحداث وما هاي السوالف يكذب والناس مصدقة لا والله يقرأها بالهذا ها ايه برمضان يلعبون محابس في بغداد زين هذه بالنجف ما موجوده ما موجوده شنو موجوده مقاهي ادبيه يعني لان تدري النجف ثقافه وبيها وهذا مدينه دينيه ف يعني احدى المقاهي احنا كنا نقرا بيها يعني زاويه وعندنا طالب يفتهم درسون اي بالاعداديه نعم هم يشبه لك هو كان كلش ذكي جمعنا بالقهوة هاني بس ما تدرون بيه ايه بالقهوة الله يرحمه قهوة باقر بخش بالنجف عرفه شوف ما قلت لك هاني تقول لي ايه شارع الهاتف بس اقول لك وين نطب مو اول تيل ثاني تيل ايه صح لو لا لا هي قولت جعفر الخفاف اول متلوف ثاني متلوف ثاني متلوف ثالث متلوف ايه فهي تقريبا نفس القهوة عادة قلت لك ما بيها يعني مقاهي ادبية يعني شارع الهاتف ومقهى الهاتف ويعني النجف هي هاي وجهها أدبي ثقافي مع عنده هي طلعت عباقرة الغناء ياس خضر ياس خضر وجعفر خفاف وحميد حتى حميد منصور من يعتبر عن النجف على المشخاب اي وأني دام أظلي وأنت دائما رعد حبيب عندك رعد عندك ممثلين طلعت نعم كثيرين يعني نعم نعم هي النجف ولادة كأي مدينة عراقية أخرى نرجع للتراث العراقي الجميل وإحنا ما نشبع من الأغاني صراحة العراقيين براسهم طرب عندهم مثل شعبي يقول له الراس ما بي طرب قصة وذبة زين ف في هذه الأجواء الرمضانية برأيك أكو أغاني رمضانية يعني أنطت لرمضان حقه من الناحية الاجتماعية التراثية الفلكلورية ليش عايشين على أغاني قبل في رمضان ليش احنا حتى أغاني رمضان الرمضانية العراقية اللي عندنا كلش قليلة السبب
هذه أجواء رمضان قوتها تلقاها بمصر. يعني مصر عندهم رمضان فشي خطير يعني. ثلاث المرأة. شكو قضايا شعبية، شكو أغاني، حتى يعني محمد عبد المطلب. حافظ شي؟ رمضان جانا وفرحنا أبو بعد غيابه وبقاله زمان غنوا قولوا شرب طولوا غنوا قولوا أهلا رمضان رمضان جانا أهلا رمضان قولوا معانا أهلا. فإحنا العراقيين إحنا بس وما جينا يا ما جينا وحل هاي عش طلعت من بطن أمي أسمع بس ما جينا يا ما جينا أي ونستنا هاي كانت ونستنا هاي كانت مو فقط هذه يعني شنو ماكو كاتب يكتب عن رمضان ماكو ملحن يلحن عن رمضان ليش احنا نهتم فقط بالغناء العاطفي اغاني المناسبات مو رمضان ترى العالم كله يحتفل به زين ليش ناسي مثلا هي ما سجلت شيء ما جت لا لا هي حتى هاي الاغنيه اي يا اهل السطوح تطونا يعني تسطير حكي اهل السطوح تطونا روح وذا ما نعطيكم وينهم السطوح مو لا ما نعطيكم روحوا ترى هاي مؤلفيها الاطفال يعني ترى مو للاطفال لا هو هم الناس هي يعني على سليقتها الفت هاي الاغاني الشعبيه اغلب حسين قدوري عنده كتاب عن اغاني الاطفال الشعبيه حتى في بغداد وفي مصر كل الدول الاطفال يعني الحارات ترى اكو اغاني مرات بيها عفوا هي مو سهلة بالأغنية لا بس تحس حتى مثل تصفيط حكي مو صح لو لا من وراء التنور تناوشنا الرغيف ليش من وراء التنور خو أنت أوقف بعضها وهي تعطيك الرغيف الخبزة شلون من وراء التنور يلوف تناوشنا الرغيف مو لا هسه احنا يا أخواني أسبت من تريد تأخذ خبزة تجي الخباز تلوف لمن وراء التنور وينك ورا التنور ما وينك ورا التنور عايط هذا اكو بعض الاغاني هي صارت ومن ورا التنور وشن الرغيف يا رغيف في الحلوه يكفي هنا هنا بيت الشعر هنا القضيه يوم العيون السود ما جوز انا خديك القمر انا تريق منا بس اكو قمر بعد اصلي نتريق من عنده؟ ايه لو كله اكثر لا 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 الجيمر العراقي ايه بعد اصلي هي ثقافة العراق تدقيت اصبعتين ايه ثقافة العراق واقفة على ثلاث اشياء ما موجودة بكل الكرة الارضية ايه الهجع والهجع الهجع والتشوبي ودق الاصبعتين طيب خلي نروح الرغد وفوق النخل خل هذا ما طرشي فوق النخل ما طرشي لو فوق النخيل خلينا نشوف رغودة يلا وبعدها نعود وياكم فوق النخل فوق يا بفوق النخل فوق أغنية عراقية قديمة غناها الكثير من المطربين العرب والغير عرب طبعا أكثر مطرب اشتهر بها هو ناظم الغزالي اللي توفى عام 1963 هاي الأغنية داولها أكثر من الناس والمطربين في المناسبات والجلسات السمر طبعا رمضان كريم ينعاد عليكم بالصحة والعافية خلينا نشوف آراء الناس بهذه الأغنية وهل هي فوق النخل أم فوق النخل حبيبتي خال عيوني رمضان كريم علينا وعليك بقلبه ينعاد عليكم بالصحه والعافيه عيلك حبيبتي عفضك الله
شلون هي اجواء رمضان هاي السنه؟ ان شاء الله خير احسن من الاوليه التالي. والاجواء الجو شويه دافي؟ لا زين الحمد لله، نعمه فضيله من رب العالمين، يسر عليكم على امه محمد. شو مسوي فطور اليوم؟ فطور احنا خيريات اول طبعا الشوربه اساسيه طبعا. اي طبعا هاي شوي الدجاج حتى النور، اي هالاشياء الحلوه نحبها احنا الاوليه يعني. الف عافية حبيبتي الغالية. بدي اسألك اليوم موضوعنا عن اغنية ناظم الغزالي اللي هي فوق النخل فوق، هل هي فوق النخل فوق لو فوق النخل فوق؟ فوق النخل فوق يعني النخل مو خل. حبيبتي هاي اغاني الحلوة القديمة نفتخر بها احنا، مو مثل اجواء هاي هسه، واحنا نفتخر بكم وشوفتكم والعراقيين كلهم على راسي. حبيبتي خالة ممنونة منك. بعد عمر حبيبتي الغالية. مرحبا. اهلا وسهلا. اتعرف على حضرتك؟ انا قاسم من بغداد، خريجة ماجستير جغرافيا. اهلا وسهلا. رمضان كريم طبعا، نعاد عليكم بالصحة والعافية. على الجميع ان شاء الله. شلون رمضان ياكم هالسنة؟ رمضان حلو اكيد بكل اشهر الطقوس الخاصه عادات الخاصه، تحسين قبل فتره قبل ما يبدا رمضان تحسين الناس تبدي وشون تتهيئ له، وهاي الوقت شلون ما حد يتهيئ وقت الفطور، تهيئين البرامج التلفزيونيه اللي تكون مثلا تابعين برامج معينه حلوه انت مثلا ببالك مثلا اللي تعجبك. يعني ما عندك برنامج خاص برمضان؟ يعني نظام خاص؟ اي اكيد هو واحد حيكون عنده نظام خاص، كل انسان يعني حسب النظام الولد الفطور الانسان يعني يبدي نشاط اكثر شيء. يعني قبل الفطور واحد ما تعبان وما شارب شاي فاكيد شوي النشاط مالته يقل. زين شو راح تسوون فطور اليوم؟ اليوم راح نسوي فطور، يمكن انا اكثر شيء ما احب هاي التمن وهاي الاشياء، احب اكثر شيء يعني اشياء المشويه مثلا بالاكل يعني قسم مشوي. اي راح اسالك موضوعنا اليوم نحكي فيه على اغنيه ناظم الغزالي، هل هو فوق النخل فوق ام فوق النخل؟ النخل هي باللغه العربيه هي اللام، ماكو حرف ال باللغه العربيه يعني. اي تحبين هاي الاغاني القديمه؟ اكيد الاغاني القديمه تكون لها نكهه، بس انا مطربي المفضل كاظم الساهر اكثر شيء، مطربي المفضل يعني كل اغاني كاظم الساهر يعني من كنت صغيره ولحد هسه. اي بس الاغاني القديمه احس بها فد نكهه يعني خاصه، الاغاني الحديثه تحس يعني انه ما بها فد يعني ما بها فد طعام ما بها شيء ما بها فد معنى، بس تحس انه بس هوسه ويعني شلون احنا نقول بس هيك، بس ما نحس انه اكو فد شيء وصل، الاغاني القديمه تحسين انه توصل تدخل للقلب يعني شلون احنا نقول. اي تريد تغني لي اغنيها مقطع من عندها يعني مالي اغنيه فوق النخل فوق غني عن يارسي. ها يلا ما يخالف يلا فوق النخل فوق يبقى فوق النخل فوق مدري لا مع خد ما بوب مدري القمر ضاق. شكرا لك. لا اشكرك. مع السلامة. اشكرك. مع السلامة. مرحبا خاله. هلا وخاله. هلا وحبيبتي. منو حضر؟ انا ام علي. ام علي رمضان كريم، نعاد عليك بالصحه والعافيه. وعليكم ان شاء الله وعلى الشعب العراقي اجمعين. شلون اجواء رمضان؟ الحمد لله خير وبركه، سلامتكم وسلامه العراقيين. ان شاء الله يعود بالسلامه على كل العراقيين. جاي تسوقين رمضان؟ اي احنا من الحله ودائما نجي لبغداد، من نجي نمر الباب الاغا، يعني اجواء حلوه وكل اللي يريد تريد العائله موجود عندهم. نورتوا بغداد كل الهلبي. حبيبتي نوركم ان شاء الله. خاله شنو طقوسك برمضان؟ يعني تطبخين بعدين تفرجين مسلسلات لو شنو؟ والله بالنسبه لنا عادي احنا يعني طقوسنا برمضان حلوه، هي كل العراقيين حلوه طقوسهم. اول شيء نبدا بالشوربه وكل هاي طبق الطبق الرئيسي هذا الرئيسي. يعني يصير اطباق متعدده ونذكر الجيران والقران كثير من قرايه القران. شهر فضيل. شهر فضيل ان شاء الله. زين خاله راح اسالك موضوعنا اليوم نحكي به عن اغنيه ناظم الغزالي، اكيد سمع بها فوق النخل فوق. حبيبتي سامعه بها؟ زين انت من سامعه بها قبل، هي فوق النخل لو فوق النخل؟ والله ما ادري خالص. انا متاكده يعني. زين تقدرين تغليني شويه منها؟ لا لا حبيبتي. عيوني انت خاله كلش اشكرك اني، مع السلامه. اشكرك شكلها يبي موفقين 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 ان شاء الله. مرحبا عمو. اهلا ومرحبا. رمضان كريم، نعاد عليك بالصحه والعافيه. اجمعين ان شاء الله، وان شاء الله رمضان كريم على العراقيين اجمعين، وان شاء الله يعم الامان والامن بهذا البلد ان شاء الله. أجواء رمضان هالسنة باعتبار الجو بعد بارد؟ والله أجواء بديعة الحمد لله والشكر، الله فضل علينا بهذا الجو اللطيف والمكان همين رائع جدا. زين
شنو اجواءك برمضان؟ يعني تبلش مثلا تقرا قران، تشوف مسلسلات؟ طبعا هو اعتيادي، هاي الصبح اعتيادي نروح للدوام نكمل دوامنا نرجع، المتطلبات البيت هاي معروفه اللي يردوها، طبعا الزوجه تؤدي واجبها واحنا همين نكمل امورنا، وراها نقعد نقرا قران شويه الى ان يصير وقت الفطور، وراها صلاه التراويح ونرجع، هاي تبقى الامسيات، يا اما نروح البيت صديق او هم يجون يمنا، يعني هاي بالضبط بالضبط. نظل تقريبا الى وقت السحور، انا بالنسبه لي وقت السحور دائما يعني بالوحده ب 12 وانام اقعد على صلاه الفجر، هيك يصير دائما، بس اكو ناس لا يجروها للصبح. يعني تحب طبقك الرئيسي برمضان؟ طبق الرئيسي انا احب الشوربه، شوربه العدس، وشي خفيف جدا لانه لازم الشوربه رئيسيه. اي طبعا اساسيه، لانه اول ايام رمضان خصوصا يعني نتأذى لانه الاكل بالضبط، هي هاي شويه، فلازم واحد شويه يدير باله من الحلويه. طبعا هاي هم راح تصير اساسيه، لازم تكون موجوده بكل الايام، يعني ما بيها مجال، والمفروض ننوع يعني اكيد بقلاوه على زلابي على زنود الست من هاي الامور. احنا برنامجنا اليوم حكي قهوي، حكينا اليوم موضوعنا الاول راح يكون عن اغنيه ناظم الغزالي اللي هي لو فوق النخل لو فوق النخل، انت شو تقول؟ والله احنا نعرفها من زمان هي فوق النخل، بس بعدين طلعت هاي كل واحد قام يفسرها. والله يجوز، ما اعرف يعني ما تعرف قصتها ابدا، ما اعرف قصتها. لا يعني ما تقدر تغليني شويه من عندي؟ لا تعذريني، صوتي مو كلش حلو. شكرا جزيلا. يا اهلا وسهلا. مع السلامة. مرحبا. مرحبا. تعرف على حضرتك؟ أصمد عباس زبالة. كل الهلا بيك، رمضان كريم، كل عام وانت بخير. علينا وعليكم ان شاء الله، على محمد وعلى الشعب العراقي اجمعين. يا الله شلون اجواء رمضان؟ والله اجواء رمضان جيد جدا ان شاء الله، شاهدت تشوفين قدام عينك رحمه، العراقيين احنا نسوي اجواء. تحب تسوق دائما من هنا؟ اي دائما دائما، نجي احنا من محافظه الديوانيه دائما. هلا بيك، نورت الله والدين. دائما احنا هنا بالعكس، يعني شيء راقي، يعني الخير روح بالخارج، هاي العراق يعني سباق بهالموضوع، ميد الخير ان شاء الله. زين احنا برنامج حكي قهاوي، موضوعنا اليوم برنامج حكي قهاوي. ايه موضوعنا اليوم نحكي على اغنيه ناظم الغزالي اللي هي فوق النخل فوق يا ابو مدر القمر فوق. فوق النخل فوق. زين هي فوق النخل فوق لو فوق النخل فوق. فوق النخيل فوق النخل حسب الالفاظ مال اللي هو البيئه اللي عايش بيها ناظم الغزالي. الاصليه الاغنيه الاصليه فوق النخل. فوق النخل تعرف قصتها؟ لا هو كان انا اعرف قصتها، شراويها من اجدادنا، يقول يعني وقعت فوق النخل وخاطف حبيبته قدامه وقام يغني فوق النخل فوق يابا فوق النخل فوق. اي هاي ما عندي غيرها معلومه هاي. اي نعم. هاي بنتك؟ اي بنتي. شنو اسمك؟ عسل. شنو اسمك؟ عسل. عسولة تبيان صار؟ ثاني. زين انت شاطرة بالمدرسة؟ شو طلعتي هالسنة؟ طلعتي هالسنة نص السنة؟ ناجحة. عافية حبيبتي. زين انت تصومين برمضان؟ وتصلين؟ صدق؟ عافية شطورة. شكرا جزيلا. بعد ما أخذنا آراء الناس في أغنية فوق النخل، طبعاً أغلب الناس قالوا فوق النخل وناس قالوا فوق النخل، وبالنهاية وصلنا إلى حقيقة هاي الأغنية اللي هي فوق النخل. انتظرونا بحلقة جديدة بمثل جديد أو قصة جديدة. إلى اللقاء. شفنا الأغودة وشفنا اللي غنى وشفنا اللي تحدث وشفنا اللي تحدث عن الأجواء الرمضانية، إذا طابت النفوس فيها غنت. قبنشي معترض على هذا الكلام. ليش؟ يقول النفوس إذا طابت ما تغني، النفوس إذا تألمت حولت الألم إلى غناء ونفهت. أما النفوس إذا طربت تسمع
ما تغني. هاي في اول كاسيت فتحت لعدة 30 كاسيت يعني دبنشي عن حياته يقول. يعني قصدك الطير يرقص مذبوحا من الالم. طبعا انا اذا جابني على الغنى، انا جيت على الغنى اريد اوازن بين الالم اللي عشته في طفولتي بالنجف يعني بحياتي وبين الخيال اللي عندي، فصار هذا الصراع. بس مرات نولد الغنى محمد، يعني شوف حتى في مناسباتنا، مناسبات الاعراس، عيد الميلاد، ما ادري شنو، الناس ايش قد اذا واحد يغني او فرقه او مطرب موجود ايش قد ما يغني بعدين يطلبون من عنده او يسالوه سؤال، اكو اغاني حزينه زين، فشوف الكل الذب الاوبرا تسمعها عن الاغاني الحزينه، شنو هذا السبب؟ ما هو السر في حب العراقيين للاغاني الحزينه؟ لانه رضع او حزن ما نعرف يعني. لا لا، هو انا هسه من قلت لك النفوس اذا تالمت غنت. نعم. فانت من تغني حزن يتفاعل يحسون الصوره للالم اللي هم يحسون به. احنا عندنا مثل يقول الحزن موجود والفرح فرهود. يعني انت قوه تحصله، قوه يعني لازم يعني تخطفه خطف. هذا ايضا مثل حلو، وين رغد؟ ايه؟ اخذي لي اياه. هذا سوي الاستطلاع عنه، اللي هو الحزن موجود والفرح فرهود. اريد اشوف الشارع العراقي هل فعلا يعني عايش هذه اللحظات، مطبق عليه هذا المثل خلال الحلقات السابقة. ما شرغت مو تنسين أبويا. الجواهري حول هذا المثل إلى بيت شعر قصير يعني بيت اللي هو والعمر كالليل والله. نحييه مغالطة نشكو به الطول أو نشكو به القصر، كأن أنعمه حبلى بأبؤسه، من ساعة الصف تأتي ساعة الكدر. يعني يقول ما معناه إنه حتى من نفرح الفرح ما مغلف بالحزن، يعني حبلة يعني ايه؟ بالبؤس. حتى القرآن الكريم الله لا يحب الفرحين ولا يحب المستبشرين. دائما أنت لازم تكون حزين راح تكون متوازن ويا نفسك، أما الفرح متعب يعني ما تقدر تعيشه، راح تختلف واي بيك أشياء، أما الحزن لا. وحتى الليل وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. الأصل هو الظلام والأصل هو الحزن. طيب هذا الموضوع اللي تفضلت به حضرتك، الليل، ليش المطرب أو المغني من يغني موال يقول يا ليلي يا ليلي، ما يقول يا نهاري؟ لا لا، واحد قال يا صبحي. صحيح. مو انت ما تقدر الكلمه ما تتغنى. إيه؟ يعني من اقول يا ليلي يا ليلي يا ليل، الله، هذه إيه؟ الحروف اقدر امد بها. لو بس من زمان سالك هذا السؤال حتى نسمع. إيه؟ إيه؟ اما انا إيه؟ يا نهار ما تجي حرف الهاء ما يتغنى. يا صبحي يا زين يا صبح المجاهد يا ظهري يا ما ترهب، يعني ترى ما يصير مثلا هي اي يعني كحروف حروف المد حرف الياء واللام وذني السوالف. فهي جدي محمد هو الليل للغنى، الليل للشعر، الليل للحب. مو طبعا الليل يا ليلى يعاتبني ويقول لي سلم على ليلى، الحب لا تحلو نسائمه إلا إذا غنى الهوى ليلى، إلا إذا غنى الهوى ليلى. الله. دروب الحي تسألني ترى هل سافرت ليلى، وطيب الشوق يحملني مدى عينيك يا ليلى، مدى عينيك يا ليلى. ليلى الليل الله ويقفلها بال من وديع الصافي. ما زلنا بغاني الليل، القهوة من هسه قلت لكم كل شيء تحمل، كل شيء تحمل من حديث، حديث يجر حديث بالقهوة. احنا بقهوة انا ومحمد الشامي. نرجع الليل،
من وديع الصف الطالب قالوا غلي حيل سحن قليبي سحن يا ليل صدق ما اطخلك راس واشكي لك حزن يا ليل فحطان نجومك والقمر خذناها عاليه شويه الطبقه لان انت قرار عندك صوتك قرار قرار نعم. فانا اخذت الجواب مال قرارك وصارت الطبقه شو اسمه واتخذنا قرار اي واتخذنا قرار انه البرنامج يستمر طول رمضان ان شاء الله زين؟ ان شاء الله وتستضيف به كل الوجوه التراثيه البغداديه محمد شوف الجانب الفلكلوري والجانب التراثي ترى انت تعرف احنا تراثنا مليء وين ما تروح باربيل بسليمانيه بالرمادي بالبصره بالكوت بدي وكل مدينه كل مدينه لها عاداتها وتقاليدها وقيمها وكذا ذني كلهن راح نتحدث عنهن من خلال حكي قهاوي واحنا قلنا القهوه تذكرت السك موضوع كبير يمكن ما منتبه له اللي هو انت كل مدينه لها تراث معين هذا ما موجود بالعالم اكو تراث لبناني اكو تراث سوري اكو مصري احنا هنا حتى الغنى ناصرية تغني شكل سوق الشيوخ شكل هي مسافة بيناتهم الأغاني الكردية لها لونها الخاص لها المجر لا تأخذ المدن قرى النجف تغني شكل غماس تغني شكل يعني هذا التنوع أنا دائما من يسألوني عليه قلت لهم هذا الألم يختلف باختلاف الألم ألم يصنع ألم جاف لو ألم حبر ولهذا أشوف من إجا وحضيري وداخل اثنينهم البغداد من نفس المدينة واحد متألم داخل إجاك حضيري لا 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 إجا غير دقة غير عالم عايش لأنه أكو أغنية مشتركة بيناتهم ما أقول ليها مو يا حضيري ريبط للنوح يا حضيري ريبط للنوح واهجع اهجع اهجع يعني اخذ ثقل نوحك بعد الشيفيد شوحك بعشيفيد شالت بادية الظاهر كان حضيري يحب وحدة اسمها هدية وينوح عليها ويغنى عليها فداخل قال يا حضيري بطل النوح وجع شوية ولك اهجع قتلتنا يا هدية يا طلبت هدية شالت هدية بطل مو هذه الأغنية المشتركة بيناتنا صحيح نرجع طبعا اكو قهوة عندنا كانت بالديوانية يسموها قهوة جون ابو سامرة راح اقول لكم شنو السر شنو اللي يميز هاي القهوة ما يطبلها بس الكذاب انا اقول لك لان جون ابو سامرة كذاب من الدرجة الاولى وكذب كذبات كبيرة واتحداك اذا تضحك اذا سولف جون ابو سامره واهل الديوانيه يمكن يعرفون جاي احكي مو اذا طب زبون لهاي القهوه وجون ابو سامره سولف كذبه وكذبه مالته كبار هسه اسمكم واحده من عندهم وضحك هذا الزبون يطلع بالما اعرف زين فما حد يطب له مرات تصير مباراه بالكذب بس كذا بت هالوقت مثل قبل لو اكو فرق اكو كذب معقول بس اكو كذب يدمر ناس يدمر مجتمعات قبل كذب هيك قام ابو سامره يقول فد يوم لعبوا العراق والمانيا يقول يا اخوي العراق خاسر 4 بعد نص ساعه وتنتهي المباراه طبعا قاعدين بالقهوه يقول ايه يا ابو سامره قال لهم اجاني تليفون بذاك الوقت من المسؤول قال لهم اجاني قال ابو سمره العراق بشاربك قلت له ولا يهمك قول قال له نص ساعه بعد تخلص المباراه واحنا خسرانين 4 قال له ولا يهمك جايه كان بس خابر للمطار العسكري اللي بالديوانيه
يقول خابروا لي المطار العسكري، يقول انا حضرت اللابتشين مالتي، حضرت الدريس، حضرت الكذا، يقول وانا بالمطار بالطياره بدل واسوح ماء بالطياره واسوح ماء ابو سمره. يقول وصلت برلين، ما يسميها برلين، يقول طبيت البرلين وطبيت للملعب. يقول بعد ايش قد؟ يقول دقيقتين وتخلص مباراه. شوف من الديوانيه وبطائره هليكوبتر وين؟ الألمانية البرميم، البرليم ما صارت نص ساعة. يقول طبيت للملعب بعد دقيقتين. يقول هو الجمهور عن بكرة أبي هلا بأبو سمرة، رحقون أبو سمرة. يقول وصلخهم بست قواضة، فصار العراق ستة وألمانيا أربعة. كلها قالت اللهم صل على محمد وآل محمد، بس أتحداك لا تضحك، ويومية كذبة. فهذه يمكن يذكروها قهوة جون أبو سمرة خاصة بالكذابين. شو تقول محمد؟ قوية هاي؟ كل شيء برليم. نرجع إلى أغاني المقام العراقي والشالغ البغدادي، ومنو من المطربين اللي طلعت القهوة وصار مطرب وانعرف؟ هي قبل القهوة لازم يكون هو بالزورخانة، لأن المقام بناء جسدي قوي. لازم أنت شوف أغلب المغنيين هم رياضيين، حسين العظمي مصارع، حامد السعدي مصارع، يعني شو اسمه كلهم. فاللي ما عنده جسم قوي فهو كانوا بالزورخانة يغنوا ويعطي طاقة، لأنه تعرف أنت الصوت ينطي طاقة لهذا. بعدين صارت القهاوي مثل ما تفضلت، وكلهم هم طلعوا من القهاوي، كلهم اغلبهم. يا قهوتك عزاوي بها المدلل زعلان. فالقهاوي كانت يعني هي كل شيء بالحياه. سولفنا عن ابو يعقوب الله يرحمه، يوسف عمر، شلون من اجا يفاد لامريكا وما راح؟ تتذكرها؟ ما يروح كان يربي طيور. اتذكر فد يوم الله يرحمه يوسف عمر اجا يفاد اغاني المغتربين بامريكا، ما راح، قالوا له ابو يعقوب، قال له ما ادري اذا اروح الحواوين منو الهين على الطيور، وما راح وما راح. اي ما يروح، وهم يخافوا من الطياره. يخاف من الطيارة؟ اي مو كل عبد الوهاب هم يخاف من الطيارة. اي زين، تخاف من الطيارة؟ لا. عندك سفر؟ لا مو احنا بالنجف. اي وين طفولتنا ويا الموت، فنشوف الموت فصار عندنا جزء من ذاكرتنا. زين، من خاف؟ اكو مثل يقول له اشوف الموت حتى اقبل بالسخونة. انتو شفت الموت تقبلون بالسخونة؟ حتى من أنا الوحيد اللي حضرت دفن طالب القرغلي الله يرحمه، وأنا وابنه شوقي وبنته أنغام. والله حكيت حكاية ويا المقبرة. ايش قلت؟ قلت لها المقبرة أنا أخاف أدخل لك، شنت هسه أخاف منا ندفن بيك، فبعد ما أخاف حتى لو أجي بالليل. الله، لأن أنا طالب القرغلي هو مدير مالي بال بالدائرة. والله أطلع من الوزارة امشي وراء، اخاف امشي حتى بصفه، لان هو مشيته رئاسيه، شايفه انت من يمشي والبايب بيده شخصيه راقيه. قال لي انت ليش تمشي ورايا؟ انا كنت اتمتع بمشيته، لان هو الانسان من يمشي مرهدن مشيته، حتى هو نفس الله يرحمه. الله يرحمه. هي نفس المتعه، انت دا تتمتع بصوت المغني، انت تتمتع بمشيته، لان هي هم اثنين او ثلاثه اللي مشيتهم كانت مميزه وممكن ان تقلدها. مشيته ومشيت جعفر الخفاف ومشيت محمد نوشي خياط. اي فهيك يجي يمشي تمام. شلون هذا تمام. طالب لا طالب يمشي كانه رئيس دوله. بما انه فهايل طاري محمد نوشي، ايش حافظ محمد نوشي؟ هو لحن الكثير من الاغاني لمطربين. احلى الاغاني لحنها الاغاني السعدي اللي هي غفار اسمك بعين من الصبال اليوم وطيوفك ضيوف بصحوتي والنوم نثرت العمر بدروبك واقول الدوم
ضيعت العمر بدروبك واقول الدوم لك ما ظنيت ما ظنيت ما ظنيت لا والله عشقك عشق ليلة ويوم ليلة 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 ويوم ليلة ويوم. إذن نلتقيكم كل ليلة وكل يوم وسالفة أخرى من سوالف القهاوي وحكي القهاوي ورمضان مبارك. وشكرا لمحمد الشامي، تحياتي لك وشكرا على هذا على هاي الضيافه، وان شاء الله ما يعني يعني اعجبنا راقي خاصه رمضان الناس تحب السوالف هذا يعني التراثيه. شكرا مره اخرى لسعد صدرك وشكرا صدرك لك على حسن الضيافه، وكنت محاورا جيدا عجبك. فوق النخل فوق يا بفوق. حلقتنا انتهت وحكي القهاوي ما يخلص، نلتقيكم بحلقة أخرى، مع السلامة غاتي.